عودة مجد مؤثرة صراحة. زياش خلق الفارق في هذا الماتش اللي جا لعبوا البارح، وكون كان معنا في كوب دافريك اللي فات كان غادي يكون حسان، وكنا ان شاء الله غنمشيو بزاف، ولكن فيها خير. كنتمنى ان شاء الله من هذا المباراة هاد الجوج ماتشات اللي باقيين ان شاء الله نديروا لينا، ويكون زياش ويكونوا لعبة كاملين والجمهور كامل ونتأهلوا بإذن الله. لقب الاسد، اسد الاطلس، هادشي اللي غادي نقول لك. العوده ديال زياش كان لها واحد الوقع كبير في المنتخب، علاش؟ وان ما عندنا صانع لاعب حقيقي، واخا ان بالهندا ولا شفيص الفاز كيديروا واحد الادوار هجوميه مزيانه، ولكن ما عندناش صانع لاعب حقيقي، وما عندناش ممرر اللي غيمرر ديريكت الناس اللي كاينين في الكالي دي زويش. دونك زياش كان يعني ماشي كان مزيان انه يرجع، ولكن كان خاصو يكون مشحال هادي في المنتخب. حكيم زياش عطى واحد الاضافه كبيره للمنتخب، ولينا كنحسوا بان كاينه واحد الروح، كاين واحد الشخص كيتحرك بزاف في المليون تيران ديال الفريق، وواحد كيلعب دور كبير في توزيع ديال الكرات. زياد عن ذلك هو يعني حتى ملي كنسمعوا برشلونه كتمشي الفكر ديالنا ديريكت كيمشي مع ليونيل ميسي. لا دابا ولا عندنا حنا اللي سمعنا المنتخب المغربي غنولي الفكر ديالنا ديما كيمشي مع حكيم زياش، وهادشي راه باين. كيلعب في فريق كبير اللي هو ازاكس امستردام، ومطلوب في كبريات الانديه الاوروبيه على راسها دورتموند، وكنظن على ان انتقال الشوي راه غادي ينتقل لدورتموند بصفه نهائيه. اللي عطينا انك تمنح شي لقب لحكيم زياش باش يمكن لك انك تسميه. نسميه ليونيل ميسي ديال المغرب، كما سماه الشراط ليونيل ميسي ديال المغرب. حكيم زياش اش غنقول لك، لاعب كبير، اش فهمتي، هو اللي تقريبا عطى واحد الاضافه كبيره للمنتخب. حكيم زياش نقول لك اسينسيو، وحكيم زياش لاعب موهوب بزاف، وبلاصته في المنتخب بانش، وراه شو اللعب ديالو، هو نجم المباراه في هذا الماتش الاخر، دار كلشي. وانا طيب ميسي المغرب. حكيم زياش تبارك الله عليه، بين كنا مخلوعين زعما ما غاديش يدير شي حاجه، ولكن الحمد لله بين على كره، وبين راه عنده في رجليه، وبين حتى الايرفيرونار الثعلب ديال التيران ماشي خارج التيران. وحكيم زياش عطى واحد الاضافه مهمه للفريق الوطني، وكما كتعرفوا بان المدرسه الهولنديه مدرسه عتيده كتكون لاعبين كبار، وهذا التوقيت ديال اللي استدعاه فيه الناخب الوطني كان توقيت مهم، وبالتالي فالناخب الوطني عنده تجربه كبيره، وكيعرف يمتى كيعيط على اللاعبين والتوقيت المناسب، وكون جا في شي توقيت من غير هذا ما غاديش يعطي بحال هذا، وبالتالي فهو جا مستعد نفسيا ومعنويا، وجاي باغي يبين، وعطى اضافه كبيره للمنتخب الوطني خاصه في المقابله الاخيره اللي تمتع بها الجمهور المغربي، وكانت فيها الاداء والنتيجه، وكان فيها الانسجام بين اللاعبين. نقولوا ان حكيم زياش شنو يمكن لك تلقب، ولا عطيناك انك تعطي شي لقب؟ وبالنسبه لي انا من خلال التجربه ديالي ديال الكره ما نمكنش نعطيو لشي واحد شي لقب في هذه الظروف هذه. لماذا؟ لانه في بدايه ديال المشوار ديالو باقي صغير، وما نشحنوهش بشي لقب. انا نتمنى هاد حكيم زياش يولي يكون هو حكيم زياش، بحال بيلي، بحال مارادونا، بحال العربي بن مبارك، بحال يخلق الشخصيه ديالو هو اللي يديرها. اما ملي كنعطيو لشي واحد شي لقب اخر كيبقى حابس هذاك. حنا بغينا هاد حكيم زياش يوليو يقولوا ميسي وحكيم زياش، صلاح الدين باصير والتيمومي، يبقى عنده الهويه ديالو. اخويا حكيم زياش صراحه لاعب شاب جون متالق، وشفنا كنتفرجوا فيه في الفريق ديالو اياكس امستردام، لاعب صراحه خطير بهذا المعنى هذه بالعربيه خطير، وحنا مسرورين بالعوده ديالو للمنتخب. وكنقول لك كون كان في الماتش ديال المغرب ومصر كنا غنتوجوا باللقب، ولكن ما كتبش. نقدروا دابا كاع ندوزوا لكاس العالم اللي ماله، كاس العالم روسيا، وتقدروا كاع نتوجوا حنا كاع بكاس العالم، علاش لا؟ راه كره هذيك كره مستديره، راه منفوخه بالبرد ما كتعرف شنو هو كاين.